السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون، نستهلها بالعناوين. الرئيس الموريتاني يبدأ زيارة للعاصمة الاقتصادية واديبو ويدشن بعض المشاريع والمنشآت الصحية والاجتماعية. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يجدد رفضه للتعديلات الدستورية المرتقى بتنظيم استفتاء حولها ويصفها بالانقلاب على الدستور. مدونون وأدباء يؤبنون خلال أمسية نظمت في العاصمة نواكشوط الراحل سيد أحمد والسيد لمين ويشيدون بدوره. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بدأ الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز زيارة إلى العاصمة الاقتصادية واديبو، أشرف خلالها على تدشين بعض المنشآت في المجالات الصحية والاجتماعية، من بينها تدشين مركز الاستشفاء للتخصصات الطبية. وأشاد وزير الصحة البروفيسور كان بوبكر بالإنجازات التي قال إنها تحققت في موريتانيا منذ وصول الرئيس الحالي للسلطة. لقد تبوى قطاع الصحة في أحدكم الميمون مكانا هاما تبين بجلاء التقدم الحاصل بحيث وصلت طاقة الاستيعابية لمستشفيات أكثر من 3200 سريرا بعد أن ظل طيلة عقود من الزمان محصورة على 1400 سريرا. تغطية الصحية أكثر من 79 في شعاع 5 كيلومترات. تغطية ضد الأمراض المعدية التي يمكن تفاديها عن طريق التلقيح تجاوز 86%. تأمين الصحي وصلت تغطي 20% من سكاننا. تقلص مؤشر وفيات الأطفال بثلاثة ليصبح في حدود 54 لألف طفل. العمل على تحسين مؤشرات وفيات الأمهات بالقرب العاجل والذي ظل مقلقا طيل فترة الماضية. جدد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة رفضه للتعديلات الدستورية المرتقى بتنظيم استفتاء شعبي حولها منتصف شهر يوليو القادم. وقال الرئيس الدوري للمنتدى محمد جميل والمنصور خلال مهرجان بنواكشوط إن المنتدى يرفض مصدر ومضمون ومسار وكلفة التعديلات الدستورية المرتقبة. هذه التعديلات الدستورية والله التعديلات اللي مقترحين ذي الخلطة والله معدلين مرفوضة في مصدرها، مرفوضة في مضمونها، مرفوضة في مسارها، مرفوضة في كلفتها. نضبط للعناصر الأربعة. مرفوضة في مصدرها بها اللي ناتج عن حوار غير توافقي اخرج بأنت نتائج أحادية فاتقررها رئيس الدولة في خطابه في النعمة، وبالتالي هذا المصدر مرفوضة، هذه التعديلات بسبب مصدرها غير التوافقي والأحادي واللي ما حاضرين وأهل موريتان خصوصا انتوما هذو وعموم المعارضة الديمقراطية اللي تمثل قطاع واسع من الشعب الموريتاني. مرفوضة في مضمونها بها اللي تستهدف الرموز الوطني. أكدت نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية عن فوز المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبين في الجولة الأولى من الانتخابات، حيث يرتقب أن يتنافسان في جولة الانتخابات الثانية. وحسب النتائج المعلن عنها فقد حصل إيمانويل ماكرون على 23.7%، فيما حصلت لوبين على 21.7%، ويرتقب أن يخوض المرشحان الجولة الثانية في 7 من شهر مايو القادم. هذا وقد تنافس في الانتخابات الرئاسية الفرنسية 11 مترشحا، وكانت استطلاعات الرأي تصف حظوظ 5 منهم بالأوفر في التنافس،
وتلاحق قضايا فساد عددا من المترشحين للانتخابات الرئاسية الساعين إلى خلافة أولاند. نتابع. أبنى عدد من المدونين والأدباء خلال أمسية نظمها صالون المدونين في نواكشوط الراحل سيد أحمد والسيد لمين رئيس الجالية الموريتانية بجمهورية الصين الشعبية. وأشاد المتداخلون خلال الأمسية التابينية بخصال الراحل ومآثره، كما عرجوا على بعض إساماته في مجال العمل الخيري. صحيح أن الشيطان قد يوسوسنا بأن فقيدنا كان علما من أعلام السماحة والندى، وبأنه قد أجاب داعي ربه في ريعان شبابه، إلا أننا لا نلبث أن نستحضر أن الموت كالصيرفي نقاد يختار الجياد من الناس، وقد اختار هذه المرة أدو تغمضه الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته. ثم متى كان طول العمر يقاس بالسنين والشهور البالغة عدتها عند الله 12 شهرا؟ أليس من الأصوب أن يقاس طول أعمال الناس بحجم إنجازهم وعملهم الصالح ونفعهم للناس؟ ألم يخلق الله الموت والحياة أصلا ليبلونا أينا أحسن عملا؟ هل عمر أد الحقيقي يربو قليلا فقط عن 40 سنة مما تعدون؟ وهل يعقل أن يطول عمر الشمعة التي تحترق لتضيء الآخرين؟ وربما يدعم الوسواس السالف الذكر هول الفاجعة وإرم المصاب الذي نزل علينا مفاجئا صاعقا مزلزلا. نظمت في العاصمة نواكشوط أمسية أدبية وفنية تضامنا مع الشاعر الموريتاني الوحيد في النسخة 7 من مسابقة أمير الشعراء. وكان الشاعر شيخنا عمر قد تأهل إلى الحلقة الأخيرة من المسابقة، وقد خلف حصوله على أضعف النقاط الممنوحة من طرف لجنة التحكيم استياء لدى عدد من الشعراء الموريتانيين، ولوحوا بمقاطعة المسابقة. نحن ما علمنا عنه، وبجهوده وتعبه وصل لهذه المرحلة إلين عاد لازم ينعلم بها، لذلك هو استطاع أنه يوصل هذه المرحلة بجدارة وبقوة فائقة وبجمال. لذلك هو شاعر أولا، وشاعر في كل مكان وفي كل لحظة وفي كل زمان. اليوم نحن فقط دور الإمارة، لكن هو أخذ الإمارة وأخذ مكانته، وأخذ مكانته، استطاع أن يقبض مكانته بصفة قوية، ويقبض مكانته فعلا من بين شعراء الوطن العربي ليس موريتانيا فقط. اليوم دخل التاريخ من الباب الواسع والباب الكبير، أصبح شيخنا عمر منافس للشعراء العرب، شعراء الوطن العربي. الكل هو أمام عيون العالم اليوم، كل الوطن العربي هو الشاعر اللي وصل لهذه المرحلة في موريتانيا، هو الشاعر اللي استطاع يطيح الكثير من الشعراء العرب اللي كانوا على المنصة، استطاعوا أنه يكون موجود بجدارة بحضور رائع. ولا إلى نافذتنا اليومية عين على الداخل. يطالب ممارسو كرة القدم في مقاطعة أبيتي ليميت بولاية ترارزا وزارة الشباب والرياضة بتدشين ملعب بالمدينة عوضا عن الملعب الرملي الوحيد الموجود هناك، والذي تتقاسمه مختلف الفرق الرياضية
ومن مختلف الأعمار أيضا. نتابع إلى مدينة بوتليميت التي تعتبر من المدن الرئيسية التي تزود بطولة الدوري الوطني بعديد اللاعبين، حالها كحال باقي مدن الداخل، حيث تطغى على الواجهة دائما الملاعب الترابية. الجميع يمارس هوايته المفضلة بين الغبار والحجارة، لكن هذه المدينة تميزت عن باقي المدن الموريتانية الأخرى بوجود ملعب ترابي واحد يجتمع الجميع فيه. من سكان مدينة بوتليميت ونعانوا ياسر من شكيت، ما تشوفوا استاد هنا تياه، عندنا لا استاد وحده، نتخلطوا فينا احنا الكيبات كاملين نلعبوا فيه، عياد جينا كيب معروف شو البلدية ندور شبك ما تعطينا شو، لا معروف هنا شو ندور من وزارة الثقافة تعدلنا شو تعطينا استاد وتعطينا تعدلنا استاد وتعطينا، هذا احنا عادي مشونا شي مرة قالوا عني مشوا منيوهات، وها احنا مرة داروا يلفتوا لنا النظرة شوي وشكرا. لا حديث هنا سوى عن إمكانية وجود ملعب بمواصفات تليق بمتطلبات العصر. الجميع يتحدث بلسان واحد، نريد ملعبا واحدا. قلت استادات انا لا استاد واحد راعيهم قبرقا دور شيء في شيء زين دور استادات ياسرين، وعندهم كوتشات ما عندنا كوتش عندهم ياس من الامور، حد جوير هنا تشاي يعرف بالله ما يمشي ولا يحرك تم لا هنا تشاي يخسر، قالت يمشي تاهل يقيس ناجي والله يقيس دا والله يقيس ناجي والله شيء يتاهل فيه، كانوا تم يلعب كانوا يقدم شيء له والله عدل شي راسه والله بطولات والله كأس العالم والله شيء ما تم لا هنا تيا يعني يخسر تم قاعد هنا تيا دور تياريات ما عندنا دور كوتشات ما عندنا ناجي ما عندنا شيء معنى الكلمة قاعد. لكن هل يدري سكان هذه المدينة أنه في العاصمة نواكشوط يوجد ملعب واحد يدخل عامه 30 لا طلاء ولا ترميم؟ نفس الهيئة وعجلة الزمن ما زالت تواصل في الدوران دون أن يحدث أي تغيير، فهل يدري هؤلاء بذلك؟ نهاية نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. رئيس الموريتاني يبدأ زيارة للعاصمة الاقتصادية نواذيبو ويدشن بعض المشاريع والمنشآت الصحية والاجتماعية. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يجدد رفضه للتعديلات الدستورية المرتقبة بتنظيم استفتاء حولها ويصفها بالانقلاب على الدستور. مدونون وأدباء يؤبنون خلال أمسية نظمت في العاصمة نواكشوط الراحل سيد أحمد والسيد الأمين ويشيدون بدوره. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. السادسة والنصف تتابعون حلقة هذا المساء من برنامج المشهد، وتناقش موضوع الانتخابات الرئاسية الفرنسية واستعداد ماكرون ولوبين للتنافس في الجولة الثانية المرتقبة. التاسعة نشرة إخبارية مفصلة بحول الله. إلى اللقاء.